الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات. النهاردة هناخد وهنبدأ في يونت 2. يونت 2 بيتكلم عن حاجة اسمها بروبروشن. بروبروشن اللي هو بالعربي كده اسمه التناسب. طب يعني ايه؟ هقول لك على مثال بسيط جدا وما تقلقش، سهل يعني. بروبروشن ده يعتبر جزء من الريشيو، هو بالظبط زي الريشيو بس بخواص تانية. ازاي؟ لما اجي اقول لك 2 over 3 طبعا ده ريشيو، او هي ذات نفسها ممكن تكون 2 to 3. طيب ولو جيت مثلا ضربت وعملت ملتبلاي هنا في 2 وملتبلاي هنا برضو في 2، ديت هتبقى 4 وديت هتبقى كام؟ 6. اللي انت ملاحظه لو انت او اللي انت ما تعرفوش ان الفراكشنز ده او الريشيو دي، الريشيو دي قد الريشيو دي او شبهها او هيها اصلا. يعني 2 اوفر 3 هي 4 اوفر 6؟ اه هي. قلت له يا مستر لا طبعا مش هيها، ده دي 2 هنا 4. لا هيها. في البروبروشن بنعمل ايه؟ بنعمل كروس وبتضرب، بتعمل ملتبلاي 2 باي 6 ايكوالز 12 و 3 ملتبلاي 4 ايكوالز ايه؟ 12 برضه. فتيجي تبص بتلاقي هنا بتطلع نفس الريزلت، فبيكون في هنا حاجه اسمها تناسب، يعني هي خلاص. يبقى هو ده معنى كلمه الايه، الدرس بتاع النهارده اللي هو اسمه البروبورشن. طيب ده بستخدمه في ايه؟ تعالى برضو نعمل مثلا مساله من عندنا 5 اوفر 7 ايكوالز 25 اوفر 35. خلي بالك ان البروبروشن بنبدا من هنا، نبدا من هنا، من هنا. الرقم الاولاني ده اللي هو الفايف ده اسمه فيرست نمبر، اللي تحتيه اسمه سكند نمبر، خلاص. واللي هنا من 25 ما بقولش اللي جنبين بقى، لا اللي هنا نبدا من تاني من هنا اسمه ثيرد نمبر، وهنا الفورس نمبر، الفورس ايه؟ نمبر، خلاص. يبقى ده اسمه تاني، ده اسمه الفيرست نمبر او فيرست تيرم. فيرست تيرم، فيرست تيرم يعني الحد الاول، وده سكند تيرم، وده ثيرد تيرم، وده فورس تيرم. 1 2 3 4، شوف بقى ازاي. 1 2 3 4، 1 2 3 4، زي بالظبط كده عامله زي تمرينات الصباح. طب تمام، هتقول يا مستر المسائل ديت او دي بتيجي في مسائل؟ اه دي بتيجي في مسائل. طيب المساله بتيجي ازاي؟ لما يجي يقول لك مثلا ايه، تعال نبدا نحل كده. هنا مثلا اول مساله بيقول لك 5 اوفر 8 اوفر ايكوالز 15 اوفر ايه؟ اكس ديت معناها بالظبط زي النقط كده. اكس دي عامله بالظبط زي الايه؟ زي النقط. بس هتعمل ايه؟ احنا خدناها اصلا في اول درس، بنعمل كروس. بنعمل ايه؟ كروس. والاسر اكس بتعمل فراكشنز كده، والاسر اكس بتكتب تحت اللي هو المين؟ ال5. وبعد كده ده ملتبلاي ده ال8 ملتبلاي 15 ديفايد 5 ايكوال 3، و3 باي 8 ايكوالز ايه؟ 24. ده برضه نفس الكلام، كله كروس، كله كروس. ال3 طبعا اصلا على 1 واعمل كروس، والاسر اكس بتكتب تحت، والاسر اكس بتكتب تحت. ده ممكن اعمله برضه، ده 8 التنسز دي اصلها 8 اوفر 10 لما خدناها برضو في الراشيو 8 اوفر 10، يعني ده امسحها كده او مكتب كده 8 اوفر 10 واعمل كروس برضو. خلاص يا ولاد مش هنجيب اصل دي ونعمل كروس على طول، الاسر اكس بتكتب تحت. هنا برضو زي زي المثال اللي فوق برضو هنعمل ايه؟ مقص، واللي قصد النقط، النص النقط نكتبها تحت، يعني فراكشنز كده. ده اللي قصد النقط مين؟ 9، او مكتب هنا 9 وهنا 7 ملتبلاي 72 وهكذا. طيب يا مستر الصفحه اللي بعديها هنا بقى لما اجيبها لك كده بالطريقه الافقيه، هنا 5 اند 6 اند 10 اند نقط، وعايز الترم اللي ناقص ده. اول حاجه بتعمل فراكشن ايكوال فراكشن، دي اول حاجه على طول، خلاص. يبقى اول حاجه بتعملها فراكشن ايكوال فراكشن، وبتكتب الارقام دي زي ما هي 5 اوفر 6، وهنا التن زي ما هي فوق، والنقطة تحط مكانها اكس، واعمل ايه؟ كروس. واللي قصاد اكس بيتكتب ايه؟ تحت اللي هي ال5، وهنا 6 باي 10.
10 divided 5 equals 2 و 2 by 6 equals ايه؟ 12. خلاص؟ طيب يا مستر المسألة اللي عليها الدور اللي هي مين؟ ده دي fraction equal fraction نقط يبقى اكس وهنا 8 قام كاتب هنا 8 16 اكتب هنا 16 64 اعمل هنا 64 وهكذا ونعمل ايه؟ الكروس. طيب دي برضو نفس الكلام مفيش فيها جديد شال النقط وحط مكانها اكس خلاص؟ خلاص هنا 1 and half ارفع الكسر يا مستر؟ لا ما ترفعش الكسر. الهاف ديت عباره عن 5 وبوينت وجنبها ال 1 وهنا 3 وهاف هنا برضو 3 وبوينت و8 وهاف خلاص؟ بنعملها كده نحولها لديسيمال نمبر. طيب يبقى كده خلصنا اول سؤالين. طيب هنا برضو ما فيش فيها مشكله الاي برضو هنا نمبر بي هنعمل كروس هنا بيقول لي اف 2 اوفر 11 ايكوالز 4 اوفر اكس زين اكس ايكوالز برضو ما فيش فيها مشكله. تعالى على دي نعمل كروس هطلع الفاليو بتاعت الاكس فراكشنز كده الاسر الاكس هنا مين 7 35 ملتبلاي 4 هنعمل ديفايد ايكوالز ايه 5 5 باي 4 ايكوالز 20 الناتج يا مستر او الريزلت هيكون 20 غلط ليه؟ لان هنا قال لي ذن اكس ماينس 3 يعني المفروض الاكس اللي انت لسه مطلعها ده هي ب 20 ما ده الفاليو بتاع الاكس ب 20 20 ماينس 3 ايكوالز ايه 70 ايكوالز ايه 70 بس. طب ليه يا مستر انا ما بعرفش اطلعها؟ يعني دي المساله دي هنا تعالى نكتب جنب كده اكس ماينس 3 اوفر 3 ايكوالز 5 اوفر 3 وعايز الفاليو بتاعت الاكس. اولا انا كنت قلت لك قبل كده لو انت كنت فاكر في ليسون نمبر 2 في الريشيو لما يكون عندي هنا السكند تيرم زي بعض الدنومينيتورز كده شبه بعض بالطياره بس كده ولا كانوا موجودين بقى اتفضل لك اكس ماينس 3 ايكوالز 5 اكس دي بالظبط كده عامله زي نقط عامله زي ايه؟ نقط يعني رقم ا ماينس منه 3 يديني 5 او كده بتكتب كده مش حاببها كده فانت بتقول ايه؟ الايكوال ده هيت بتخلي الماينس دي بلس الايكوال دي بتخلي الماينس بتشقلبها ولو كانت ملتبلاي تبقى ديفايد ولو كانت ديفايد تبقى ملتبلاي ولو كانت ماينس تبقى بلس ولو كانت بلس تبقى ماينس بتشقلبها هتبقى 5 ايكوال هنا تبقى ماينس هنا تبقى بلس 5 بلس 3 ايكوالز ايه 8 يبقى الريزلت هيكون ايه 8. طيب يا مستر بقى طب ودي بقى اللي هي ديت اكس بلس 5 فور 3 ايكوالز ايه 7 ايكوالز ايه 7 خلاص ال 7 دي اصلها على ايه؟ على 1. ال 7 دي اصلها على اعمل كروس. الرقم ال 1 هيتضرب في اكس بلس 5 هي اكس بلس 5. وال 3 باي 7 ايكوالز ايه؟ 21. اهي برضو نفس الكلام اكس يعني نقط. 21 ايكوال دي خلي بلس دي ماينس. ماينس ال 5. ماينس ال 5 ايكوالز ايه؟ 70. ايكوالز ايه يا حبيبي؟ 70. طيب. ده هتبقى 16 مش 17 هتبقى 16. طيب بيقول لك انها زي فورس بروبورشنال ركز معايا في الحته دي بقى في السؤال ده the force proportional of 10 14 and 20 اعمل fraction equal fraction ما دام قال proportional اعمل الحركه دي fraction equal fraction ال 10 تبقى 10 وخلي بالك ان قال لك الفورس صح؟ هرجع عند الفورس 1 2 3 4 ونعمل عليها اكس وبتكتب الارقام عادي بقى 10 بعد كده 14 بعد كده 20 تاني فورس ديت الفورس ديت بعمل مكانها الاكس الاول. طب لو كان قال لي الثيرد فين الثيرد 1 2 3 هنا احط مكانها الاكس واكمل بقيه الارقام 10 14 وال20 دي تتحط تحت هنا. طب لو كان قال لي ذا سكند هنعمل الاكس هنا واكمل بقيه الارقام بالدور. خلاص بس هو ده الدرس. هنستكفي بالقدر ده ونكمل ان شاء الله الحصه القادمه. اشوفكم على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.